رضينا باستقبال ملكي عين فيه جلالة الملك الوزراء الملتحقون لأول مرة بالحكومة واستقبل الحكومة بكاملها، وما هذا إلا تجديد للثقة من جلالته في هذه الحكومة التي أدخل عليها هذا التعديل من أجل مضاعفة الجهود، الرفع من سرعة الأداء، يعني انسجام حكومي أكبر إن شاء الله الرحمن الرحيم. الإخوة جميعا في الحكومة والأخوات مستبشرون عازمون على مواصلة الجهود لمزيد من الخير لهذه البلاد التي تستحق كل الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا جلالة الملك ويرزقنا توفيقه. والسلام عليكم. ومسؤوليتنا اليوم كحكومة، وهذا هو من طموحات تجمع الوطني الأحرار، أنه يساهم في إطار الرفع من انسجام والفعالية والرفع كذلك من الأداء، لأن حكومة بضعف أداء حكومة لا تؤدي وظيفتها. احنا طموحنا هو أن هذه الحكومة ترفع الأداء ديالها، أن هذه الحكومة تجاوب على الانتظارات الحقيقية ديال المواطنين. كان هناك إشكاليات على المستوى المجال، هناك إشكاليات مرتبطة بالشباب وانتظارات الشباب، هناك الفوارق الاجتماعية، هناك مجموعة ديال الأشياء اللي مطروحة واللي مفروض على هذه الحكومة أنه تقوم بها. ونتمناو بالطبع الخير لبلادنا، ونتمناو كذلك التوفيق لهذه الحكومة الجديدة التي ينتظر منها المغاربة الشيء الكثير. ما يهم في هذه اللحظة وهو التوجه إلى المستقبل، لأن المغرب له تحديات، والحمد لله الفريق الموجود هو فريق له من الكفاءات والدراية ما يجعله يكون أهلا بالثقة المولية المولوية الكريمة. يتعين اليوم أن ننهمك جميعا على العمل من أجل مواجهة أهم التحديات والأوراق الكبرى المطروحة على بلادنا في إطار تناغم وتكامل مع توجيهات صاحب الجلالة السامية، من أجل أن يتقدم المغرب وأن نكون في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين. سيكون لنا في حزب التقدم والاشتراكية من خلال وزرائنا ووزيرتنا إسهام في ذلك إلى جانب باقي حلفائنا في التشكيلة الحكومية. نتمنى لهذه الحكومة التوفيق فيما ينتظرها.